وفي ملف الأزمة بين بغداد وأربيل، المقرر أن يجتمع وفد إقليم كردستان برئاسة قبة الطلباني مع مجلس النواب الاتحادي. عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد أن وفد الإقليم سيجتمع اليوم مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء اللجنتين المالية والقانونية لحسم الملفات المالية العالقة بين بغداد وأربيل. وكان كوجر قد حدد سببا رئيسا في غياب مشروع قانون موازنة العام المقبل عن جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، وأشار إلى أن الإقليم رد على طلب الحكومة عبر وفده التفاوضي في بغداد بأن نفطه ليس له وحده، وأن لديه شركات نفطية تشاركه فيه، وبالتالي فإنه لن يكون قادرا على تسديد مستحقات هذه الشركات في حال تسلم كل النفط إلى شركة سومو.